السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دواء القلب في هذه الخمس. طب ما تيجي قبل ما نتكلم عن دواء القلب نتكلم عن مفسدات القلب، ما هم برضو خمسة. مفسدات القلب خمسة: كثرة المخالطة، قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نمرة اثنين: كثرة التمني دون العمل، وقد قيل إن المنى رؤوس أموال المفاليس. المنى رؤوس أموال المفاليس. ثلاثة: التعلق بغير الله وأساس الشرك وقاعدة الشرك. أربعة: كثرة الطعام والشراب، فمن أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا فاته خير كثير. أيضا كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت. يبقى الخمس حاجات اللي بتفسد القلب: كثرة المخالطة، كثرة التمني والأمل دون عمل، ولو أحسنوا أظن لو أحسنوا العمل، التعلق بغير الله، كثرة الطعام والشراب، وكثرة النوم. طيب أداوي القلب بإيه؟ وده عنوان حلقتنا: دواء القلب بخمس. واحد: قراءة القرآن بتدبر. قراءة القرآن بتدبر. فلو قرأت القرآن لتعلقت بكتاب الله عز وجل، وما استطعت أن تفارقه أبدا، تتدبره فتتعلق به فلا تستطيع أن تتركه. اثنين: خلاء البطن، وهذا ما قاله إبراهيم الخواص. دواء القلب خمسة أشياء، قلنا قراءة القرآن بالتدبر. اثنين: خلاء البطن، لأن طول ما البطن مليانة في ثقل في العبادة، في تعب، في قلة حركة، فبتقدرش تعبد ربنا كما أمرك. ثلاثة: قيام الليل، وشرف المؤمن قيام الليل، وهو جائزة يمنحها المولى عز وجل من أطاعه بنهاره، فيصطفيه من بين خلقه فيوقظه، فيصطفيه من بين خلقه يوقفه بين يديه فيناجيه. مش أي حد يوفقه المولى عز وجل لقيام الليل، فإن أطعت المولى عز وجل في نهاره وفقك الله لقيام الليل في ليله. رابعا: التضرع عند السحر، وده وقت بقى خاص بالناس أصحاب الهمم المخلصين، أو كل المخلصين الذين وقفوا بين يدي الله في هذا الوقت بالدعاء، بالذكر، بالقرآن، بالصلاة. خمسة: مجالسة الصالحين، فصاحب الأبرار الأخيار الذين يذكرونك بالعزيز الغفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إيه؟ إلا تقي. فدواء الخمس في دواء القلب في هذه الخمسة كما قال إبراهيم الخواص: قراءة القرآن بتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عن السحر، مجالسة الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا ومطهر القلوب، أو مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويبدل القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.